السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راح نضر معكم حريشات صغار في الفران مسبين بالكوك. اذا نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير غنعبر بنفس الكاس، يعني الكاس اللي غتعبروه غتعبروا فيه المقادير كامله. غنحتاج كاس ديال الكوك مملوكش، زيت، سكر، سنيده، جوج بيضات، رشه من الملح، يوغورت ديال الفاني، ثلاثه الكؤوس ديال السميده الرقيقه بقياس نفس الكأس. نحتاج 8 غرام أو 7 غرام ديال الفاني، وغادي نحتاج طبيعة الحرام ديال البيكن باودر ما يعادل 2 ساشيات في المغرب، ما عندنا هذه كبيرة. وبالنسبة للتزيين فغادي نفندهم في القليل خليط ديال الكوك مع سميدة رقيقة. إذا غناخذ إناء وغادي ندير فيه مكونات كاملة. غنضمن البيض، رشه خفيفه ديال الملح. بالنسبه اللي بغى ينسمهم بقشر الليمون فتقدر تسموهم قشر الحامض او البرتقال، حتى هما كيجيو نكهه رائعه. غنضيف فاني، غنضيف السكر، غادي نخلط المكونات. من بعد غادي نضيف الزيت، وغنضيف يوغورت، غادي نخلط هاد المكونات كلها. في الأثناء غادي نضيف الكوب، غادي نضيف الكوك، السميدة، وكذلك هاد بيكنج باودر. وصافي غادي نحركهم كاملين حتى نحصل على خليط متجانس. وغادي نخلي هاد الخليط ديال السميد غنخليه 25 دقيقة تقريبا، حتى نص ساعة، على ما تشرب هاد السميدة هاد المكونات. اذا بعد ما مرات 25 دقيقة كنكورهم على شكل كريات صغار الحجم اللي بغيتيو، كنفندهم في خليط ديال الكوك والسميد. وغادي ندخلهم الان الفرن على درجه حراره 200 درجه، كل وحده والفرن ديالها. غادي نشعل عليهم من الاعلى حتى يتشقوا، عاد نشعل عليهم من الاسفل، وما نساوش نبعدوهم حيت فيهم خميره، يعني باش ما يلتصقوش.